هنقول ان التحكيم ما ينفعش ان احنا نتكلم عن التحكيم قبل ما نتكلم عن حاجه اسمها اتفاق التحكيم. اتفاق الايه؟ التحكيم. الدعوه القضائيه اللي بيرفع الدعوه اسمه ايه؟ اسمه مدعي. واللي الدعوه بتترفع عليه اسمه ايه؟ مدعي عليه. وقد يتعدد المدعون وقد يتعدد المدعى ايه؟ عليه. إذن المدعي والمدعى عليهم أطراف الدعوة القضائية، وبالتالي هم أطراف الخصومة القضائية، وبالتالي هم أطراف الحكم اللي بيصدر في هذه الدعوة أو في هذه الخصومة. في التحكيم لازم برضو يبقى عندي أطراف، لازم يبقى عندي إيه؟ أطراف. بنسميه المدعي والمدعى عليه، وممكن نقول المدعي بنسميه هنا المحتكم، وهنا بنسميه الإيه؟ المدعي عليه بنسميه المحتكم ايه؟ ضده. يبقى هنا واستخدم لفظ المدعي والمدعي عليه مفيش اي مشكله، المشرع نفسه استخدم اللفظ ده، ولكن احنا بنقول المحتكم والمحتكم ايه؟ ضده، اللي هو المدعي والمدعي عليه. في الخصومه القضائيه او في الدعوه القضائيه يصدر الحكم من محكمه مشكله تشكيلا صحيحا وفقا لقانون المرافعات. طيب ما رئيس المحكمة أو المحكمة دي بتبقى مشكلة من إيه؟ مشكلة من قضاة، مشكلة من إيه؟ من قضاة، سواء كان قاضي فرد زي المحاكم الجزئية أو ثلاثة قضاة زي المحاكم الابتدائية أو أكثر من ذلك زي محاكم الاستئناف ومحاكم الإيه؟ ومحاكم النقض. إذن من يفصل في النزاع هو قاضي، وهذا القاضي معين من قبل الدولة بإجراءات وبقواعد وبضمانات معينة. بتطرح النزاع، يطرح النزاع امام القاضي ليفصل فيها بحكم، وخدنا وكلمنا على انواع الاحكام سواء كان حكم قطعي او غير قطعي، ابتدائي او انتهائي او نهائي او حكم بات. من يفصل في خصومه التحكيم بين الاطراف؟ شخص بنسميه المحكم، بنسميه الايه؟ المحكم. اذا انا عندي دلوقتي الضلع كده مكون ايه؟ من ثلاث اطراف. أطراف الدعوة، أطراف مين؟ الدعوة اللي هو المدعي والمدعى عليه، المحتكم والمحتكم ضده، وعندنا أداة واحد أداة اثنين، وعندنا اللي بيفصل في النزاع اللي هو مين؟ اللي هو المحكم، اللي هو الإيه؟ المحكم. هنبدأ الأول، يعني لما تيجي أنت تتكلم على التحكيم لازم تقسم التحكيم لثلاث مراحل، لثلاث إيه؟ مراحل. المرحلة الأولى ما قبل بدء الإجراءات، قبل بدء اجراءات التحكيم في حاجه سابقه على الايه؟ على هذه الاجراءات. يعني نفترض ان الدعوه مرفوعه قدام المحكمه، اذا هذه هي الخصومه القضائيه، الخصومه التحكيميه امام المحكم. في حاجه قبل الخصومه التحكيميه، والخصومه التحكيميه نفسها اللي هي اجراءات التحكيم وما فيها من قواعد، وما بعد ايه؟ وما بعد الخصومه التحكيميه او ما بعد صدور حكم الايه؟ حكم التحكيم. المرحلة السابقة اللي هي اسمها اتفاق التحكيم، اسمها اتفاق الايه؟ التحكيم. واختيار المحكم، اختيار مين؟ المحكم. يبقى دي المرحلة الأولى، تم الاتفاق صحيحا وتم اختيار هيئة التحكيم. ندخل بقى في الخصومة اللي هو طلب التحكيم وإجراءاته ثم صدور الايه؟ الحكم. يبقى دي المرحلة الثانية في الايه؟ في التحكيم. المرحلة اللي بعد كده، المرحلة اللي بعد كده وهي ايه؟ وهي بطلان حكم التحكيم اللي بيقابلها للأحكام القضائية حاجة اسمها الطعن على الأحكام، وتنفيذ حكم التحكيم. وتنفيذ حكم الايه؟ التحكيم. يبقى مرحلة ما قبل بدء الإجراءات، مرحلة الإجراءات والخصومة والحكم، مرحلة ما بعد الايه؟ ما بعد الإجراءات أو ما بعد صدور حكم التحكيم.